أخضر يوحد رمضان نور يوحد والهلال يبان دايما فرحان. بشرى لأهالي المحروسة الكرام، رمضان السنة دي مصري، مصر أصلي على أبو قديمه يعني. ليه؟ لأن القوات المصرية الباسلة اللي إيديها تتلف بحرير اللي هم العمال المصريين المهرة وأصحاب القرار السياسي نجحوا إن هم يستعيدوا روح رمضان والفانوس المصري من إيد المعتدي الغاصب المسخ الصيني اللي كان طول الوقت بيقدم لنا فانوس لا سمعنا عنه ولا نعرفه. رمضان 2016 مختلف عن اللي قبله واللي قبله. من سنتين خدنا قرار جريء ومحترم إن إحنا نوقف استيراد هذه المسوخ اللي كانوا بيسموها فوانيس رمضان اللي كانت بتجيلنا من الصين وكانت بتقضي على حتة من الهوية بتاعتنا. تباعاً من السنة اللي قبلها والسنة دي بدأت تختفي هذه الفوانيس واللي باقي منها شوية من المخزون القديم. لكن اللي مسيطر النهاردة في تحت الربع والخيامية وكل الشوادر وأي صوان خاص باحتفالات رمضان أو أزياء رمضان أو غيره أو غيره هو الفانوس المصري القديم اللي هو تاج الملك أو السداسي أو كل ما تحب من أشكال. من سنتين كنا ندفع أكثر من 5 مليون دولار أو 10 مليون دولار علشان نستورد فوانيس الصين. السنة دي مصر بتستعيد روحها بجد، أو معنى صح الدولة الفاطمية بعد كل السنين دي تعود لتنتصر مجدداً للفانوس بتاعها، بمعنى إنه إحنا أول مرة الفانوس كان سنة 1358 لما جوهر الصقلي القائد المنتصر اللي أسس القاهرة أمر المصريين أو طلب منهم إن هم يستقبلوا الحاكم الجديد أو الملك الجديد اللي هو المعز الجديد اللي هو الفاطمي، فخرجوا بالمشاعل والفوانيس وتصادف إن أول خروج كان مع بداية شهر رمضان. بعد كده بقت عادة عند المصريين إن هم لما يطلعوا يستكشفوا الهلال في جبل المقطم يطلعوا بالفوانيس. الفانوس في الأصل كلمة إغراقية ترادف في المعنى العربي اللي هي كلمة الفانوس. زمان حتى كان الفقراء بيعملوا الفوانيس بتاعهم من الجريد والأغنياء بيعملوا الفوانيس بتاعهم من النحاس. بس ليه أنا بقول إن الدولة الفاطمية بتعود لتنتصر بعد كل هذه السنوات 1000 عام أو يزيد؟ لأنه هذه الآلة الدعائية للدولة الفاطمية استطاعت أن تتواجد لمدة مئات السنين. الدولة الفاطمية اللي حبت تطبع المصريين بطبعها وطبع مذهبها الديني وعملت بقى الفوانيس والكنافة والقطايف تعود مجدداً لتنتصر في أبرز عملية دعائية حصلت على مدار التاريخ استمرت لكل هذه السنوات. هو ده الإعلام اللي بجد، الإعلام اللي بيتعامل مع روح البلاد اللي بيجيبوها اللي بيفهم الشعب ده عاوز إيه ويعمله له، فيعمل له طقوس ويعمل له عادات ويعمل له حاجات ترتبط بالمناسبات الدينية، فعمل له الفوانيس وعمل له الخيامية. السنة دي رمضان مختلف وحتى من روح مصر موجودة هنا، موجودة في تحت الربع. المصريين كلهم من منتصف شعبان الشهر الكريم اللي احنا فيه بيبدأوا يزوروا هذا المكان تحت الربع بكل مشتملاته علشان يشتروا كل مشتملات رمضان، الأهلة والفوانيس والخيامية، علشان بيوتنا وشوارعنا ترجع تاني تاخد نفس المشهد المصري العبقري العظيم، مشهد رمضان. احنا في حتة من روح مصر قررنا نزور تحت الربع ونشوف مصر وهي بتستعيد حتة من روحها بعد ما الصينيين سرقوها لمدة 5 6 سنين. رمضان فرحة إيوحة، شجرة وطرحة إيوحة، الدين بلح إيوحة، بيتك عمران بيانيش رمضان. لسه معاكم في تحت الربع ومن تحت باب زويلة تحديدا، لسه بنعيش مع حضراتكم معركة استعادة أو الحرب بتاعت استعادة روح مصر في رمضان. زي ما قلنا رمضان السنة دي مفيش فيه المسخ الصيني، رمضان السنة دي كله الشغل المصري الأصيل من أول الفانوس لحد الخيامية. كل ما ندور على حد فرحان ولقينا علي فرحان جدا زينا بأنه رجع تاني يبيع الحاجات المصرية. من 5 6 سنين ما كانتش الخيامية والفانوس المصرية بتتباع، دلوقتي بتتباع. علشان كده احنا رايحين نسأل علي اللي واقف تحت باب زويلة تحديدا، انتوا عارفين يعني ايه باب زويلة. عاوزك بس تحكي للناس من 4 سنين لحد دلوقتي ايه اللي اختلف. لو كان الاول اكترته وكان بيشتغل على اللي هو الصيني اللي هو المستورد، من ساعه ما طبعا بدانا احنا نفتكر بقى في الفوانيس وفي الحاجات بتاعه رمضان بدات ان هي تمشي العمليه، والبني ادم يعني المواطن المصري بدا يستعد اللي هو ايه يشجع الحاجه المصريه. طيب هل قبل كده كانت الناس شغاله على فكره الخياميه، انك طول الوقت شغال على الخياميه سواء اللي انت عامل خداديات ولا عامل نجمه ولا عامل اللي هم كانوا ايه الخليجيين العرب اللي كانوا بينزلوا ياخدوا حاجات الخياميه، ما
كانش المصريين. دلوقتي بقى المصريين اكتر من العرب. يعني شغل المصريين بينزلوا ياخدوا الحاجات الخيميه بتاعت رمضان بقت اكتر من العرب ما كانوا بينزلوا. السنه دي تحديدا وضعه السنه اللي فاتت والسنه دي اكتر من اي سنه. والاقبال السنه دي عامل ايه قبل 15 يوم من رمضان؟ يعني احنا بقى لنا فرشين بقى لنا اكتر من شهرين. يعني الاقبال بدا يزيد اكتر من الاول. يعني بدا ايه البيع يزيد بس غلو الحاجه بدات الناس تقل برضه. يعني الحاجه ايه كنا بنبيعها ب 10 جنيه بقت ب 15 جنيه بقت ب 20 جنيه. فالمواطن برضك ايه يعني الظروف مش مساعده المواطن. يعني بدل ما كان بياخد حاجتين بقى بياخد حاجه واحده، اللي كان بياخد فانوسين بقى بياخد فانوس واحد من قله الغلو بتاع الحاجه. بس برضك شغالين الحمد لله ربنا رازقنا والحمد لله. السنه دي بقى ايه اللي نازل جديد غير الخياميه؟ السنه دي عاملين احنا السنه دي عربيه الفول وعاملين عربيه توريني كده حاجه. ده شغل احنا ده تصنيعنا احنا وتحفيلنا احنا. ده اللي هو شغل الكنافه والقطايف بتاعت رمضان وفي بتاعت الترمس كمان. ده انت مبسوط ان الناس اللي هتشتري تاني؟ الحمد لله تمام ونحمد ربنا على كل شيء. وانا كمان مع علي مبسوط ان احنا رجعنا تاني نشتري الحاجات بتاعتنا. احنا مش مضطرين دلوقتي نروح نجيب من الصيني ولا نروح البلد دي تتباع في حته تانيه. رمضان كريم. الله اكبر. وربنا يمسكك كمان وكمان. وحوي يا وحوي وكمان وحوي لسه في تحت الرابع مع بعض في المعركه بتاعت سعر تروح مصر وايه الفانوس المصري. واحنا ماشيين بنسال فين اصل الفانوس المصري في تحت الرابع. قالوا لنا عليكم وعلى الحاج مجدي. جينا لقينا فرشه يعني ليها تاريخ، تاريخ ربما يكون اكبر من دول ثانيه موجوده عندنا. مساء الخير يا حاج مجدي. اهلا وسهلا بيك كل سنه وانتم طيبين. وانت طيب ورمضان كريم. محمد بخير يا رب. رمضان كريم عليك يا رب. الله اكرم على كل المسلمين والمسيحيين وعلى كل الناس. يا رب ان شاء الله. قالوا لنا انه اصل الفانوس عند الحاج مجدي. هو الفانوس ليه تاريخ وبعدين احنا من احد مؤسسين فانوس رمضان فعلا. وبعدين الفانوس اساسا ليه تاريخ. تاريخ الفانوس برضو احنا محافظين عليه على اساس ان احنا شغالين من اول ما تاسس الفانوس لحد دلوقتي واحنا عمالين نجدد في سمعه الفانوس وبحب الفانوس وبحب رمضان. انت شغال شغل مالك كام سنه يا عم؟ انا والله عندي تقريبا من وانا عندي سنه. انت عندك سنه يعني انت وارث الشغلانه دي اكبر عن جد. قول لي بقى ايه اللي اختلف عن في صناعه الفانوس زمان عن دلوقتي؟ لا زمان كان الفانوس بيتعمل تجاري، يعني حاجه كده على قدها عشان كان الشعب فقير وكانت الناس قليله. دلوقتي في فانوس لحد 4000 جنيه. لحد 4000 جنيه؟ اه. الخمس ست سنين اللي فاتوا لما كانت الفوانيس الصيني مغرقه الدنيا كنت حاسس بايه؟ لا مش مؤثره علينا في حاجه، اصل ده مش فانوس. اه. ده بيضحكوا على الناس يقولوا فانوس. لعبه الاطفال دي مش فانوس. الفانوس رمضان هو فانوس رمضان. اللي هو الفانوس الكبير بتاعنا. اللي هو الصغير ابو شمعه او اللي بيتعلق في البلكونه او اللي بيتعلق على باب فندق او اللي بيتعلق على باب جامع هو ده بتاع رمضان. انما لعبه الاطفال اللي هم بيقولوا عليها السين ولا السين ولا غيرها عملت فانوس زي الفانوس المصري. صحيح. محدش انا مبسوط بالحمقه بتاعتك دي. اه لا بكلمك كلام صح. ايه يعني انا اجيب حاجه بتغني وحاجه بتعمل واقول ده فانوس رمضان؟ ازاي هيجي فانوس رمضان؟ ازاي دي بيبوظ بعد 3 ايام؟ بيبوظ بعد 3 ايام. مفيش ما بيكملش. لعبه الاطفال دي الفرحه. احنا بنشتغل طول السنه بفانوس رمضان بالفانوس ده. فاحنا لما بنيجي ننقل من الورشه للمخزن الفوانيس الناس وهي ماشيه تقول لك الله ده فانوس رمضان. يعني في اي وقت مش لازم يكون في الايام اللي هي ايه رجب وشعبان والكلام ده. لا لو في العيد الكبير وانا بنقل من الورشه للمخزن الناس اللي ماشيه تقول لك ايه شفت فانوس رمضان يا يبقوا فرحانين تبقى في فرحه. انما ايه يعني لعبه اطفال محطوطه في كرتونه. وبعدين هو من شهر 4 السنه اللي فاتت وزير الصناعه منع استيراد. فهم دلوقتي بيدخلوا ايه؟ تقريبا بيدخلوا بقايه. اه بيدخلوا حاجات كده في قلب الكراتين بتاعت لعب الاطفال. طيب انا عاوز اسال حضرتك سؤال، الفوانيس انواع. اه طبعا. قول لنا بقى انواع الفوانيس ايه عشان لا كتير. هقول لك على ايه؟ قول لي واحد نموذج كده. هو اول حاجه شقه البطيخ وفانوس ابو ولاد اللي هو اللي بيبص تلاقي في عيال جنبه كده في الفانوس زي المدنه بتاع القلعه. ده ابو ولاد وشقه البطيخ وعلامه النصر والشمامه والبطيخه كل هتلاقيهم اكتر من 200 اسم.
اكتر 200 اسم الحرس. هقول لك ايه احنا اللي بنسميه. احنا اللي بنسميه. يعني بتوع وانت صغير كده على الاسماء دي، وانت صغير كنت طبعا ان هم بيسموا الاسماء بتاعت البطيخ. كل وقت وكل سنين بيتسمى اسامي جديده. يعني ده مثلا بيسموه ايه؟ ده برج. ده البرج اللي جنبه. اللي جنبه دوت فانوس مصحف. فانوس مصحف. ده بيقول زي ده مثلا شمامه. اشمعنى بقى الشمامه ليه؟ الشمامه اللي هي الشقه بتاعت الشمامه. الشقه دي بتاعت الشمامه. وشقه البطيخ ده اللي هو وشقه البطيخ اللي هو اللي هو حضرتك اللي هو على الواجهه ده. اللي هو فوق ده. الشقه ده. ده شقه البطيخ. النجمه طبعا. النجمه ده اشهر حاجه بالنسبه للمصريين؟ ايه اشهر حاجه بالنسبه للمصريين؟ ابو ولاد وشقه البطيخ والحاجات دي. ابو ولاد ده عندك زيه؟ عندك ولاد. طب هنشوف احنا ابو ولاد. موجود ابو ولاد عندي. دلوقتي السنين اللي فاتت في عز ما كان المصريين ما بيشتروش فوانيس رمضان. ما فيش حد ما بيشتريش. هقول لك. البيع كان واقف شويه. لا الحركه. انا اللي اقول لك. ده بقول لي. ليه اقول لك ليه؟ فرحني انت كده بتمسكني على فكره. حضرتك انا اللي احس بالحركه. ده في ناس بتمنع الاكل والشرب وتشتري فانوس رمضان عشان تفرح بالشهر المفترض. مفيش يعني حد ما بيشتريش. منع استيراد الفانوس الصيني ما اثرش شويه على المبيعات؟ لا هو منع استيراده شغل الفانوس الصغير اللي هو بشمعه. الناس بقى تيجي تاخده تقول يا عم ده نوكا بلاستيك، وبعدين الناس راحت تشتريه لقته ب 150 جنيه. فبقوا يجوا ياخدوا الفانوس يقول لك لا ده شكله احسن من دوكا اللي هو لعبه الاطفال اللي هي بتقول يا حو يا حو والكلام اللي هو مش ملوش علاقه. الفانوس المصري اللي سوق بره انا جميع الدول العربيه بتاخد مني. احكي بقى للناس كده عشان تعرف. لا ما انا بقى ما كل الناس بتاعنا ليه سوق. لا انا لما جه مفيد فوزي عندي السنه اللي فاتت لقى عندي حاجه بدريه مصريه بس عايشه في نيويورك، فهو جاي يعمل معايا اللقاء. قلت له لا انا مش فاضي. قال لي ليه؟ قلت له انا عندي انطوان بتاع الاردن قاعد هنا اهو، وقاعد الحاجه بدريه هي من نيويورك. قام قال لي من نيويورك. قلت له خش كلمها. يعني انت بيجي لك ناس من نيويورك وناس من الاردن من جميع الدول العربيه يشتروا فانوس مصري. هو اللي زاد بس السنه دي هو غزه وليبيا بس. غزه وليبيا بيشتروا بقى من. دول اللي زادوا السنه دي اللي انا ما كنتش اعرف لهم يعني اي التزام بالفانوس. تفتكر بقى زمان كده من 60 سنه ولا حاجه وانت صغير؟ ايه اللي اختلف في صناعه الفوانيس؟ لا كتير. زي ايه؟ لا 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 كتير. ما كانش فيه فانوس معمول فيه شغل وفيه تفكير وفيه كده. كان الاول اللي هو الفانوس الشعبي اللي هو ابو بياب وتفتح تحط الشمعه. كان فيه الفانوس اللي هو مثلا زي دوت بس صغير اسمه ابو دلايه. بس ما كانش فيه، ما شفناش حاجات من الكبيره دي خالص. انا عندي فانوس تقف لو تقف تبص له وتتفرج عليه تبقاش عايز تمشي من جنبه 4 متر. طبعا الفيس عينيك بتلمع على الطفل. روحي. روحي عدى عيالي. يعني انت روحك في الفانوس. طبعا. ما عندناش بطاله حتى في العيد. الاعياد كمان ما فيش بطاله. انت شغال طول الوقت على طول عشان نقدر نكفي الطلبات اللي بتتطلب مننا. عشان ما نقدرش نأثر في طلب، يعني انا في اسبوع ثلاث ارباع الزباين اللي من الدول العربيه بتتصل بيا بالتليفون. روح استلم الفلوس من فوق الفندق. عايزين مثلا معاه حاجات ثانيه، اشتري لهم الحاجات الثانيه يبقى ده كونتينر وده كونتينر. والطيران طيران. طيب انت دلوقتي اما بتشوف السنه دي المصريين راجعين تاني يحبوا فكره الفوانيس بتاعت رمضان والخياميه. عارف ليه؟ هقول لحضرتك عشان احنا بنجدد في المهنه. ما بنفضلش على حالنا. كل سنه تبص تلاقي ثلاث اربع اشكال خمس اشكال فوق ال 200 شكل قدام. وتسمي 200 اربع اسماء جديده. وبعدين تبص تلاقي نفسك تبقى انت عليك، تبقى انت لو انت ماشي وعندك فلوس تحكم رايك تشتريه. أجدد فانوس السنة دي اسمه إيه؟ والله أجدد فانوس السنة دي في عندي فانوس اللي هو الجديد اللي هو أخو ده مطبوع، وعندي الكبير دوت معمول السنة دي بدورين. دور تحت ودور فوق. على أساس إيه؟ نغير في المنظر. بدل ما هو كان بدور واحد، لا عملنا ماسورة في الوسط وعملنا الفانوس بدورين. ربنا يخليك حاجة مادية. كل سنة طيب. رمضان كريم، وأنا مبسوط بروحك اللي أنت اتكلمت بيها. وانا يا جماعه عمري ما شفت حد وهو بيتكلم على فانوس عينيه بتلمع بالشكل ده. لا لا لا. كل سنه وانت طيب ورمضان كريم. السلامه حبيبي. ربنا يخليك. سلامه حضرتك.
رايك بتفرح بالفانوس؟ بتشوفوا حاجة كده يعني آخر حلاوة مصرية أصيلة فيها كل الألوان اللي أنت عاوزها، بس بتعمل إزاي بقى الفانوس وبتعمل فين؟ على فكرة الموضوع سهل أوي وبسيط أوي، بتعمل حتى جنب الفرشة اللي موجودة أو بتجمع جنب الفرشة اللي موجودة. واحد من أقدم الناس اللي شغالين في الشغلانة دي هو الحاج أحمد السني، قاعد من ساعة ما جينا وهو شغال ما بيملش، فاحنا قررنا نتعبه شوية ونخرجه بره جو الشغل ونتكلم معاه شويتين. مساء الخير يا حاج أحمد. مساء الفل يا باشا. كل سنة وحضرتك طيب. وأنت وأنت عامله خير بالصلاة على النبي. ورمضان كريم. اللي هو أكرم. أنت في الموسم بقى دلوقتي. أه طبعا. ولا شغال طول السنة؟ لا شغلت طول السنة. لكن وقت الشغل بيشد شوية. أه لا طبعا عشان ده شغل الفرشة. شغل الفرشة. أه. طب حاج أحمد أنت بقالك قد إيه شغال في الشغلانة دي؟ بقالي 40 سنة. 40 سنة. أه. إيه اللي اختلف زمان في صناعة الفانوس عن دلوقتي؟ لا هو جد فيه. إيه اللي جد بقى؟ اللي جد إن هو اتطور، كل ما ده بيتطور. انت بتعمل ايه بقى دلوقتي؟ ممكن نشرح للناس الفانوس بتعمل ازاي؟ لا انا دلوقتي بجمع الفانوس اللي هو جاي من المخزن مفكوك. فانا برده تاني وبجمعه من جديد. بتجمعه ايه بقى؟ بجمعه بالازير والالفونيه واللحام. ازير والالفونيه واللحام. واللحام الالفونيه دي البيضه دي. اه البيضه دي بتعمل ايه بقى؟ دي بدل المتنور، لان احنا شغلنا ثلاث ارباعه يعني كله ما بيتلحمش الا بالفونيه. عاوز بقى اعرف احساسك ايه لما الفوانيس الصيني كانت ماليه الدنيا. لا ما هزتش حاجه من شغل المصري. ما هزتش حاجه. لا ما هزتش اي شيء من الشغل. ليه بقى؟ ليه عايز تعرف ان رمضان جه؟ اه لما تشوف الفانوس المصري متعلق. انت برضه وانت بتكلمني على موضوع الفانوس المصري بتضحك كده وعينك بتنور. اه يعني لما تشوف الفانوس المصري متعلق تعرف ان رمضان جه. غير كده لا. لا ولا الفانوس الصيني اصلا ولا اي شيء. ده لما كنت بتشوفه ما كنتش بتزعل؟ لا انا كنت بزعل على اللي بيشتريه. اه كنت بزعل على اللي بيه. ليه؟ لان ده لما اخذ حاجه ب 50 60 جنيه تديها لطفل صغير لو وقع من ايده انت. عشان الفلوس بس ولا عشان مش ده الفلوس؟ عشان الفلوس. النهارده برضو يعني صاحب الاسره رب الاسره برضو اللي معاه خمس ست عيال برضو هيجيب لهم ب 300 400 جنيه فوانيس. حرام. طب وانت احفادك كده لما يقع من ايد العيل وهو في الشمعه ممكن يروح للسمكري يرحمه له ببلاش. شغال يعني؟ شغال. يتلحم تاني ويلعب بيه تاني ويفرح. طب مبسوط ان الناس رجعت تاني تحب الفوانيس المشمعه وتشتريها والكلام ده؟ لا الناس بتحب الفوانيس المشمعه كتير قوي. ده مش قادر اقول لك العرب كلها. يعني اكتر المصريين يعني؟ اكتر المصريين. المصريين عندهم بالهبل. العرب ما عندهاش. فانت تيجي شغال على العرب دلوقتي؟ اه على العرب. مفيش حد من احفادك بيجي في يوم وقال لك انا عاوز فانوس من الصيني ده؟ جبته ولا ما جبتوش؟ انا جبته. انا بقول لك لا انا جبته بس من الناس صحابي بقى. اه يعني الناس حبايبي بعتوا لي كام ست فوانيس اديتهم للعيال قالوا لا احنا عايزين مصري. بقى استحملوش بقى. استحملوش. احنا عايزين يا بابا مصر. قلت لهم ماشي. طيب الحرفه دي في مصر بتاعت الفوانيس بتتطور ولا بتنتهي خلاص؟ لا يا عم الحاج دي بتزيد. يعني في شباب صغير بيخش يشتغل. اه وفي عماله. عاوز تقول للناس ايه السنه دي على الفوانيس رمضان؟ اقول لهم كل سنه وانتم طيبين ومصر بخير. مصاب طيب هتفضل بخير. مصاب طيب ربنا يديك الصحه وتفضل تمتعنا الفوانيس وكده. الله يكرمك. ربنا يخليك. رمضان كريم. وانت طيب. رمضان فرحه ايه روحك شكرا وطرحه ايه روحك اديني بلح ايه روحك بيتك عمران بيانيش رمضان. طيب ده وحش الفوانيس السنه دي بيشد السنه دي في السوق. الفانوس الخشب تقريبا هو بديل الفانوس المستورد. من كام سنه اتصنع في دمياط ودلوقتي المكن والشغل بتاعه بقى بيحصل هنا كمان في تحت رابع او في بولاء. والاستاذ ايمن عنده قصه لطيفه جدا مع الفوانيس المستورده. مساء الخير. مساء الفل. كل سنه وانت طيب. مساء السلام. رمضان كريم. الله اكبر. فانوس الخشب شهدت حلو السنه دي. اه ان شاء الله كده نعمله بغنيه وبنور. عملناه باسطوانه بتغني وبالنور بتاعه. قبل كده كان عادي كانت مجرد النور بس. قبل كده كان بالنور بس. اه بس لسه. اه لسه الاغنيه داخله جديد. اه لان هي كان متعلقه على الفانوس المستورد. زعلت بقى لما منع استيراد الفانوس المستورد الصيني؟ والله لما يتمنع الصيني يعني هنشتغل برضه لان هنخش احنا في حاجات احنا هنعملها. بالظبط. يعني هيتمنع الصيني دي حاجه تفرح يعني. اه مش هنقف. انك ترجع تشتغل يبقى عندك ورش ومصانع. تمام احنا مش هنقف. هنبدا نخش في الشغل زي ما بدانا كده ودخلنا في الشغل الخشب يعني ما وقفناش.
شغل خشب شغال، بتعمل اشكال برضه كويسه، بتعمل بنظام جميل. بس انت لسه عندك فانوس صيني؟ الفانوس دي بواقي ولا ايه؟ لا دي جايبه من السوق، لان كان فيه طبعا شغل نزل اللي هو الافغاني نزل في شهر 12، الشغل القديم اللي نزل هم شغالين بيه حاليا دلوقتي. انا مبسوط عموما ان انت فرحان بحكايه ان هم لغوا الصيني رغم ان انت كنت شغال فيه ولقيت بديل. مصلحه ده اهم حاجه. ده انا بص موضوع بيجو طمطم بقى السنه دي هو في سامع الاقبال جامد على بيجو طمطم، فهو كل شغال بيجو طمطم وشغالين في عمليه الايه اللي هو الفانوس القماش ده العروسه القماش دي، وحاطين لها برضه صوره وحوي وحوي حاسس ان هي برضه مش شغاله كده. دي مش شغاله ولا لازم تدوس على حاجه معينه؟ يعني بيجو طمطم السنه دي جاي يغني؟ السنه دي بيجو طمطم هو اللي مسيطر على الموضوع يا جماعه. يعني بيجو طمطم مع واحد راحه وتمشي، لكن ما اعرفش والله العظيم كانوا بيعتبروه فانوس على ايه. هو الحمد لله ربنا انقذنا، وانا متشكر جدا ليك يا ايمن. ربنا يخليك يا سعد. رمضان كريم يا رب. الله اكبر. ربنا يخليك يا رب. الحمد لله على السلامه. احنا حررنا الفانوس المصري ابو شمعه من الصينيين الى الابد. اللي بيحصل السنه دي في السوق المصري في سوق رمضان، سوق الخياميه والفوانيس، يقول انه احنا خلاص انتصرنا على المسخ الصيني. كميه الشغل والفوانيس الجديده السنه دي في الاسواق مهوله، والاقبال على شراء الفانوس المصري غير السنين اللي فاتت. مصر بتسترد عافيتها حتى من روحها الاصيله اللي المد المتطرف كان بيحاول يسيطر عليها، او المد الصيني او المسخ الصيني كان بيحاول يستولي عليها من خلال الفوانيس البلاستيك اللي كنا عايشين في وسطها والالعاب السخيفه اللي كنا عايشين في وسطها. كل سنه حضراتكم طيبين، كل سنه ورمضان بيجمع شمل البلد دي بروحها بأصالتها بتاريخها بطقوسها. كل سنه والبهجه اللي موجوده في الفانوس المصري بالوانه وببساطته موجوده على طول ما بيننا، لانها بتفكرنا بروح مصر. كل سنه وحضراتكم طيبين.